أسعار الذهب بتتغير بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة، وسجلت ارتفاع كبير النهاردة ليصل سعر جرام الذهب الأكثر طلباً في الأسواق المصرية من عيار 21 ل 1420 جنيه، وعيار 24 سجل سعر 1624، ووصل سعر جرام عيار 18 لسعر 1217 جنيه. وده دفعنا للسؤال في الأسواق عن مدى إقبال الناس على شراء الذهب حالياً، وهل بيتأثر الطلب بزيادة السعر الحالية ولا لا؟ مرتفعة جدا في أعلى معدل ليها من زمن كبير قوي، يعني رقم ما تحققش قبل كده. أسعار الذهب عاملة 1450، بتتراوح من 1450 ل 1460 وبتاع. ده بالنسبة لجرام العيار ال 21، العيار ال 24 عامل 1657، العيار ال 18 بيعمل حوالي 1240. كان 1220 لما يوصل ل 1450، يعني زيادة غريبة جدا في ظل الظروف الراهنة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. سبائك والجنيهات الذهب ماشي عشان الاستثمار دلوقتي، والذهب عمال يغلى، فالناس يعني الاستثمار دلوقتي في السبائك والذهب لان هو المصانع بتاعته قليلة. مفيش ولا شراء ولا بيع زي الاول، كل اللي جاي يسأل يفصل حاجة، مستني الذهب يزيد عشان يبيعها كده يعني. والله السبب هو ارتفاع الدولار، اول حاجه ارتفاع الدولار، والبورصه بتاعت الذهب عاليه، ففي عوامل كتير يعني، عوامل اقتصاديه والكلام ده كله، فسعر عالمي يعني. على الرغم من ان الذهب بيعتبر من افضل اوعيه حفظ القيمه الماليه، الا انه واضح تاثير التذبذب السعري على قرارات المشترين، زي ما شفنا في محلات الذهب اللي دخلناها واللي خلت تماما من المشترين، واللي كتير منهم منتظرين لانخفاض السعر، أو اللي محتفظين بكميات من الذهب المنتظرين لتحقيق مكسب أكبر من بيعه لو حصلت زيادة أكتر. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.